بعيون جذابة وملامح مميزة خطفت الأنظار إليها منذ أول ظهور لها على الشاشة، فجمالها جعل البعض يشبهها بنجمات هوليوود. الفنانة أميرة أمير اسمها الحقيقي سعدية أبو العيلة عبد الرحمن، ولدت في يوم 8 مايو عام 1924 في حي مصر الجديدة في محافظة القاهرة. والدها كان جزار معروف، بل من أكبر تجار اللحوم، وما زال محله موجود في مصر الجديدة، ولكن ارتكب جريمة غيرت مسار حياة ابنته. ففي أحد الأيام وعندما زار مفتش التموين جزارة أبيها، وجد أن تسعيرة اللحمة أغلى من الثمن المقرر لها، وحدثت مشاجرة بينه وبين أبو العيلة والد أميرة، والذي سرعان ما دافع عن نفسه، وانتهت المشاجرة بمقتل مفتش التموين. حكم على والد أميرة أمير بالسجن لمدة 7 سنوات كعقوبة بتهم الضرب أفضى إلى موت، الأمر الذي غير مصير ابنته الكبرى سعدية. بعد أن دخل والدها السجن، كان لزاما على أميرة أن تبحث عن عمل لتكفي حاجات أمها وإخوتها 9، وبالصدفة دلتها صديقتها على أن الممثلة المعروفة عزيزة أمير تبحث عن ممثلات جدد للعمل معها في فيلمها الجديد، ولم تفوت أميرة أمير تلك الفرصة وذهبت لتقدم في الاختبار. ومن بين فتيات كسار ولملامحها الجميلة المميزة وطلتها التي تنم عن ولادة نجمة جديدة في عالم السينما، اختارها المخرج نيازي مصطفى لأول فيلم لها، لتقف أمام الفنانة القديرة عزيزة أمير في دور ابنتها في فيلم ابنتي. بعد موافقة الفنانة عزيزة أمير على أن تنسب هذا الدور لسعدية، فكرت هي والمخرج أن تغير اسمها لاسم فني، واختاروا لها اسم أميرة أمير. وكدعاية للفيلم استطاع مدير الدعاية أن يروج لأن هذه الفنانة الشابة هي الابنة الكبرى لعزيزة أمير، والتي لم تمانع أو تعارض تلك الشائعة في سبيل الدعاية لفيلمهما، والتي تقوم ببطولته وإنتاجه وتبنتها فنيا. وفي الفيلم قامت عزيزة أمير بدور الأم ناهد، وأميرة أمير قامت بدور ابنتها هدى، وعرض الفيلم في شهر إبريل من عام 1944. وأعجبت أميرة أمير بهذه الحكاية، فأكدت لكل من يسألها أنها بالفعل عزيزة أمير، حتى ضجت عزيزة وصرخت وأعلنت أنها لم تنجب بنات. لم يتجاوز الرصيد الفني لأميرة أمير سوى 13 فيلم، ورغم قصر هذا المشوار إلا أن وجهها ظل محفور في أذهان الجماهير لوقت طويل. ومن أفلامها 13 فيلم تحت سماء المدينة، والمستهترة، جحيم الغيرة، عودة طاقية الإخفة، المغني المجهول، الدنيا بخير، قصة غرام، ابنتي، حنان. أعجب المخرج كمال سليم بأميرة أمير، فأسند إليها دورين مهمين في فيلميه حنان وليلة الجمعة عام 1944، ثم تزوجها وجعلها بطلة فيلمه قصة غرام عام 1945. ومات كمال سليم فجأة، فأكمل تلميذه محمد عبد الجواد إخراج الفيلم. وتزوج محمد عبد الجواد من أميرة أمير أيضا، وأخرج لها فيلمين هما الدنيا بخير مع إبراهيم حمودة، وعودة طاقية الإخفة مع بشارة وكيم، وحدث خلاف بينهما فطلقها محمد عبد الجواد وتزوج من الراقصة حكمة فهمي. تزوجت أميرة أمير للمرة الثالثة من المطرب اللبناني غرام شيبة عام 1947، وأنجبت منه ابنتها عصامة، ثم انفصلت عنه في عام 1949، وذلك لرفضها الهجرة معه إلى الأرجنتين وترك أسرتها. بعد ذلك سافرت الفنانة أميرة أمير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرفت هناك على مهاجر أرماني من أصل مصري اسمه مدحت، وتزوجته واستمرت معه لمدة 3 سنوات، فساعدها لكي تعمل في التلفزيون الأمريكي لفترة، ولكنها انفصلت عنه لرغبتها في العودة إلى مصر، ولم يسفر هذا الزواج عن أي أبناء، وعادت أميرة إلى مصر في منتصف الخمسينات. بعد عودتها إلى مصر شاركت أميرة أمير في
في فيلم جحيم الغيرة مع كمال الشناوي، ثم تعاقدت مع فرقة موسيقية للسفر في رحلة فنية إلى بعض الدول الأوروبية، واستغرقت الرحلة 3 شهور. عملت أميرة خلالها في برامج التلفزيون، ثم عادت بعد ذلك وقررت البقاء نهائيا في مصر. مع بداية التلفزيون المصري في 60ات القرن الماضي، اشتركت أميرة أمير في تقديم البرامج من خلاله، حيث قدمت أميرة أمير برنامج وراء الستار وبرنامج البيانو الأبيض، ثم تزوجت من ضابط بالجيش برتبة مقدم في ذلك الوقت، وهو إبراهيم فايز صبري للمرة 5، وأنجبت منه بهاء وابنتها أميرة. الفنانة أميرة أمير هي والدة بهاء صبري طليق الفنانة نيلي كريم، والزوج الأول لها ووالد ابنيها يوسف وكريم، حيث تزوج نيلي كريم وكانت لا تزال فتاة صغيرة في عمر 17 عام. توفيت الفنانة أميرة أمير في لبنان عام 1968 عن عمر يناهز 44 عام، حيث أصيبت بالتهاب رئوي ونقلت إلى المستشفى، وكان برفقتها حين ذلك زوجها الخامس اللواء إبراهيم فايز صبري، وهو من عاد بجثمانها لدفنها في مصر.